يا اخوان بهذا الفيديو بدي اجيب الجوبلين جاينت المطور ونجربه ونشوف هل بيستاهل انك تشتري ولا لا. يا اخوان اكيد ما رح نشحن الموسم من هون من متجر تويلز. اسمع على السريع، تختار كلاش. انا اعتمدت المتجر هذا يا اخوان، يعني بيطلع عليك الموسم ارخص من كلاش وفي كمان كود خصم الي، يعني متخيل. هون بنحط تاع حسابك اليوزر، نختار دايموند باس على السريع. زم يلا تحط اضافه الى السله، بتحط الكود تبعي جلد R1 بس، بتحط الى تفاصيل الدفع. زم على السريع، يعني مباشرة بتدفع بتلاقيه صار بحسابك، تضغط موافق من هون، تفعيل. وهيك طورنا الأسطورة هذا، بس نعمل هيك 1 2 7. راح نجرب بالسباركي والريج عشان نشوف كم جوبلينز بطلع بالثانية. شفت له فيديو بطلع 60,000؟ لا مش هالدرجة، لازم تخوف. يلا يلا نشوف أول واحد. بقولك يلا. طب أقول لك، بدي أنزل جوبلين جاينت على الجسر من أولها. أكلنا ويا إخوان. والله ما انتبهت شاحن الموسم هذا. طيب نخلي الزاب معنا عشان السباركي. لا لا بديش انزل سباركي، ما بلحق دافع ذا هيك، بدي انزل نايت ويتش وبس تقرب توصل سباركي. زاب من بيكا، انه في جوبلين جاينت نصصها صح؟ اكلنا هو يا اخوان، مطور عنده. طيب 1 2 3 بيكا، زاب بسرعة. والله دافعنا. طيب بس الافضلية لي، ليش؟ لانه هسه راح يجيني مطور. زمالك يا اخوان يا زلمه. بعدين يا زلمه والله هذا مش عارف ليش نزلوه على اللعبه، يخرب بيته، دمه 600 مليون. طيب بدي انزله جوبلين جاينت على الجسر هسه. يلا 1 2 7 روح يا اخوان. والله نشوفه، اول تجربه للجوبلين جاينت. طيب سباركي، والله كفو دارك برنس ريج. شوف شوف الجوبلين، شوف جوبلين جاينت. 1 2 3 4 6 ثمانية. والله مرتب يا زلمة، السبارك انشالت. اسمع والله مرتب، يعني تقريبا طلع 4 جوبلين بس السبارك شلت امله يا زلمة، ضربة واحدة دمرت الدنيا. هسه راح نجرب اكثر كمان، بس والله جيد يا زلمة. والله عجبني. طيب نرجع له بسباركي عشان ندافع عن هاي الجهة كاملة. حلو، والله نشوف كيف ندافع عنه هذا المنوب يا اخوان. طيب اقول لك بديش انزل شيء، خلي شيء السباركي، انا بدي الجيم يمدد شوي. خذ من بيكا لانه بدي ارجع نهجم له كمان بالمطور، يعني جربناه مره واحده بالجيم بزبطش. طيب زاب من هون، راح شيل البرج انسى، راح ازت منين. حلو، راح اعطي البرج هسه اذا هجم هجمه، بس انه بدي ارجع اسايكل الجوبلين انا. حلو خلنا ننزله هذا من هون بس من بيكا. طول، خلصت. يلا خلنا ننزل الأسطورة هذا بالنص هون في سباركي. شو تعمل؟ 1 2 3 ريج من هون. سلمي. راح البرج يا اخوان، السباركي راحت. خلوش تضرب، خلوهاش. لا طيب هسه جاينا مطور، بدي اعطيه البرج خليه ياخذه، بس سباركي من هون. إذا بدي يرمي فويد راح أدافع هالمرة عن سباركي. منين؟ أيوه هيك أعطيناه البرج. شوف هسا شو بدي شوف. ولك شوفوا يا إخوان. 1 2 3 من بيكا وبسرعة جوبلين جاين. سلم لي. إذا دافع أنا منوب. بالله عليك، بالله عليك، خليها تضرب ضربة لسباركي. ديش أرمي زاب. أيوه ريج من هون. شوف شوف الجوبلين، شوف الجوبلين زاب. شوف شوف شوف. يخرب بيته. 5 جوبلين. اللي بعده. ثاني واحد يا إخوان. طيب نرمي زاب نسايكل على السريع، ونسيت اقول لكم كمان رابط متجر 12 بالوصف، اشتر من عندهم يا اخوان. العب شو هاد بسرعه، منين خسرنا. هسه برمي فريز. لا يا زلمه لو رمى فريز احسن. طب ضربتين، المشكله هذا بكون معه تنين كهربائي صح؟ بس حاط لي اسهم، يعني شكل التشكيله كلها غريبه. طيب بجميع الاحوال بدي افتح له سباركي من ورا. أو أقول لك والله بدناش نخاطر، خلينا أنزله دارك برنس بس نشوف إيش معه، عشان نعمل له هجمة بتخوف. زلمة مدافع عنه ولك. حلو أرشر كوين. طيب نرجع له فالكيري، قلت لك تشكيلته غريبة عجيبة هاي، إن شاء الله بس ما يكون فيها الإلكترو. طب مين بيكون آخر أرشر كوين؟
بس بتعرف والله فادتني هاي الخاصية. بلحق احط جولين جاينت صح؟ بسرعة 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 نزل. والله نزل يا اخوان. والله نشوف كيف بده يدافع. اذا مسطورتي. استنى شوي. زاب. سباركي سباركي يا اخوان. شوف الجولين جاينت. جولين جاينت 2 3 4 5 20 راح البرج راح البرج. اسم والله وحش. والله مرتب يا اخوان. يعني صرف 3 اكسير ما بده يصرفهم. بس هذول من الجوبلينز طلعوا من الجوبلين. والله مرتب. لو كان معي زاب مطور اخذنا البرج. لانهم الجوبلينز اخروا السباركي شوي. بس يلا ظل دقيقة واحدة. طيب. نفس الاشي. خذ ام البرج. بديش اياه. راح انزل بس منين عشان تخلص من البالون. ما يضرب لي مليون ضربة على برج الملك. بدنا اياه يا اخوان. طيب نستنى شوي. 6 7 8 جوبلين جاينت على الجسر. بسرعة خلنا ننزل له شو اسمه من بيكا. وين انفيرنو؟ ايوه بسرعة زاك مطورة. غلط راح البرج. وهذا المطلوب لانه بهجمة واحدة على الجهة الثانية مطور راح يروح. او اقول لك طب اسمع في عندي حركة منين من هون. وبسرعة بدي ننزل هذا بالنص. يلا دافع دافع. حلو ولا كسطورتي. شوف شو عمل ميني بيكا. وهسه في ريج ولك بسرعة ريج من هون. شوف لسهم. شوف كم جوبلين. 1 2 3 4 يخرب بيت يا اخوان. زين والله مرتب. وحدة سباركي ما معي شي ضدها. عالفاض وحدة ولك اسمع خرافي. ثالث واحد يا اخوان. طيب حلو ميني بيكا. ان شاء الله يكون بيكا برج سبام. كثير سهلة حتى لو معي الكتر ويزارد. لا طب اقول لك دارك برينس اذا نزل شيء راح برجي. راح البرج عشان اتعلم العب زي المناوب. شو بدي دافع هسه؟ انزل سباركي بشيل امها. خليه ياخذ البرج. خذ لك خليه خليه. طيب نزله بس سباركي من ورا عشان البرنس ما يضرب. شو اللي عملته انا يا زلمه؟ والله اني منوب. طب اقول لك خذ هذا الجوبلين جاينت. هاي حركة مناوب رسمي. يعني تخيل سباركي ورا الجوبلين جاينت ب60 كيلو. طب زاب بسرعة ريج نحافظ على سباركي. ايوه يا زلمة خليه زي منوب هسه يصرف عليها كثير. ايوه عدلنا الغلطة. منين من هون عشان ما يضرب. يا اخوان هسه بدي اعمل هجمة. اذا ما اخذت البرج اذا ما تحطش لايك. لاني عرفت شو تشكيلته مستحيل يدافع. الا اذا ما كان معه روكيت طبعا يخرب الموازين كلها. شوي بس بدنا 10 كسير بالراحه. اذا هسه معه بالسايكل كراكر وجوبلين جانج. طيب نزل سباركي من هون. حلو نزل الكراكر. حلو شو هذا؟ هذا فقد الامل. قلت لك مش راح يقدر يدافع صار يخبص. طيب نزل الاسطوره من هون ولا يلا شو بدك تعمل؟ والله لو تعمل شو مزم. خذها هذي. شو البات هاي؟ وك شو بتعمل؟ خلصت؟ خذ ريج. يا اخوان شو هذا؟ ولك راح البرج. المين بيكا سبارك. والله اسم بتخوف. تشكيلي نار هاي. طب دافع دافع. ثلاث تيجان معلم. زاب. طيب معبة الرام. خلي. كنت لو بدي بنزل سباركي بضمن كل اللين كامل بس عادي مش سائل. خلصت؟ خذها بسرعة ريج ناخذ البرج. اوف ميجا نايت. طيب بس بدي انزل سباركي نص عشان في حد ينزل باتل رام او اي شيء ما ينزل. كنسل على الموضوع كله. حلو. طيب هون بس راح نزل زاب مطورة صراحة عشان الفنس. والله على اخر لحظه اذا مزبطت ميني بيكا بسرعه ننزل الاسطوره من هون. منين بسرعه بنلحق ناخذ هذا التيجان. بسرعه بسرعه ريج ريج يا اخوان بك يلا. اسمعوا والله مرتب والله مجنون. زم اللي بعد اللي بعد يا اخوان. الجيم الرابع يا اخوان. والله كل جيم قاعد بيصير بيخوف اكثر يا زلمه. طيب اذا نزل اي شيء بسرعه بدي اهجم له على الجسر عشان نجيب مطور. حلو بسرعه قبل الجاينت. اسمعوا هذا لعب مناوب حداش يلعب هيك. انا والله بس عشان الفيديو. حلو شو اللي حلو معه الكترو.
بس قصدي انه الجوبلين جاينت راح اشيله هسه. طيب خلينا ننزله بس من هون داركي برنس عشان ويزارد. شايف الزلمة؟ والله لو اني رميت ريج على اليمين راح البرج. شوف شوف حتى لحاله بيخوف. طيب اعملكم بريدكشن، 1 2 3 ما زبطت. فكرت ينزل جولم كسير على الجسر، او مش عارف يمكن الجولم العادي صح؟ لا ان شاء الله يكون الاكسير يعني. طيب بس عشان الدوقة نجبره يصرفش على سباركي. شايف راح تضرب سباركي، راح تضرب. حلو والله قوية. طيب راح ارمي بس من بيكا ريج، بس نستنى شوي هسه. واحدة من بيكا زلمة، حلو سبقنا احنا بالحنكة. بسرعة جولدن جاينت، جولدن جاينت اخوان شو بعمل؟ لا والله دافع، لا لا والله دافع. الوزارد لحاله بيشيل كل شيء. العاب والله ما اذكر شيء. انا منوى بالحق علي، نازل الاشياء المطورة انا وهجمت زين منوى بهيك. طب كيف راح ندافع هون؟ تستنى 1 2 3 نايت ويتش بسرعة. واحدة حلو، ما راح ادفع كمان كثير، خليه ياخذ البرج انسى، لانه والله الجوبلين جاي تذاكر على الفاضي. الوزارد لحاله بيشيله والله. حلو بسرعة سباركي من هون، ولك هذا الكترو يدرس. طب اقول لك نسحبه بال، او اقول لك تعال تعال بديش اسحبه، خلينا ننزل على الجسر هون، بلكي صرف الوزارد والاشياء اللي عنده هون. يا اسطورة راح في الاتجان ها، حتى برج هناك راح منين. بسرعة دارك برنس تجي في الاتجان، حتى لو دافع معنا جولدن جاينت مطور. لا سلم صح جيجي جولدن جاينت. اذا والله عجبني يا اخوان التشكيله كلها كويسه، وهو مطور برضو عامل دفع للتشكيله. 10-1 يا اخوان، واخر واحد بطريق الاساطير. راح نلعب كمان مباراه مع الشباب ونسكر الفيديو. طيب حلو خلينا ننزل سباركي ميجا نايت، احنا معنا عمته. اذا بعدين معكو. طب بدي انزل نايت ويتش من هون، بس يقرب شو اسمه، بنزل عليه هون دارك برنس عشان ما ينط، بس يتخلصوا منه بننزل جوبلين جاينت. ايوه 6 خذ هار بسرعه، بدنا ريج 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 ريج. اوكي يلا يا اخوان. طيب في داعي انزل زاب؟ ما اتوقع ما راح انزل زاب. واحده طب بدي اعمل بريدكشن بلكي معه سكيلتون. استنى شوي، 1 2 3 زاب بس ما معه. حلو بسرعه منين، تخيل نزل سكيلتون وزبط البريدكشن، ولك لقطه بتخوف. طيب والله لحد الان شوف لعبنا تقريبا 5 مباريات هذا. اذا بعدين معك خلينا نحكي. طيب الجوبلين جاينت عاجبني يعني، انا اول مره بشحن انتوا عارفين زمان كثير ما شحنت. طب دارك برنس من هون عشان نشيل الكراكر، بس والله ممتاز. ممكن بكره اعمل فيديو تشكيلات، اليوم راح العب شوي برضو نشوف. طيب ما راح ادعم، اسمع بدي اخلي السكيلتون هذول يوصلوا، بس ننزل هذا هيك. شو معه فرجينا بالله عليك، بسرعه ريج من هون. 1 2 3 زاب راح البرج. شوف جوبلين جاينت يا اخوان، ولك شوف 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 شو هذا، ولك فجر البرج زي انك رامي دبل جوبلين بارل. والله مرتب، شوف شوف والله لو انه مشدوقة راح نصدم برج الملك. طيب بدي اروح لثلاث تيجان هذا، لا برجين ولا، يلا فرجينا ولا بلو. طيب بس نايت ويتش من هون. طب نسحب الميني بيكا مع انه كنت بديش ادافع، بس يلا تعال. طيب ميني بيكا هون، شوف كيف اجت ضربتها سبحان الله. حلو صار في الاسهم غلط، وحده لمين بيكا زلم. دارك برنس ريج جي جي، ما لحقناش نحط كمان واحد. خلونا نشوف واحد المتابعين يا اخوان. اخر مباراه راح نلعبها ضد واحد من المتابعين، للاسف لعبت ضد واحد بس، شوف طلعت تشكيله ثانيه من التحديث الاسطوري هذا. طيب الله نشوف، كان يبعث لي علي، وين علي بعده؟ هيو تعال، والله قبل شوي بعث لي، بالله تعال.
طق علي ولك فاتن الأسطورة علي يا اخوان. بس بدي اقول اشي على السريع، انا لعبت كثير جيمات بهاي التشكيلة، طلعت من الدور الاول للدور الخامس، يعني رح احط لكم الجيمات اللي عن جد كان فيها الجوبلين مرتب. بدكش تلعب؟ طب ماشي خذ هاي. فانتوا رح تشوفوا كل اشي جاهز اخوان، زما عليكم. طيب اقول لك بدي انزل الجوبلين جاينت على الجسر من اولها. يلا نخاطر، هسه بتيجيني كاونتر بوش زلمه وصد، بس يلا. شو معك؟ العب لا العب شو هذا؟ عمل لي كاونتر. حلو شيل فينيكس ممتاز، بلعب بالرويال جاينت. طيب دارك برنس من هون. اسمع والله في عندي حركه يا اخوان هسه راح اضايقوا فيها، شوف شو بدي اعمل. والله شكله باقي شاهدني ترى. طيب يلا واحد اثنين ثلاث، حركة المنوب سباركي. والله شو معه، ما اتوقع يقدر يدافع، راح تضرب خاوة. بسرعة ريج، راح لسباركي اخوان لسباركي، راح تضرب راح تضرب. واحدة واحدة ولك ولك دبل سباركي. والله خليناها توصل، لأنه إذا بظل استنى راح تروح على الفاضي لسباركي معه مونك. واحدة المنيون حلو. والله يا اخوان صعبة، إذا بنغلط أي غلطة لو كانت القد راح الجيم. طيب المشكلة سمعوا ار جي مطور، بس في عندي فكرة، بدي أهجم له وأعمل له بريدكشن في شرمان هسا. حلو، الفينكس هذا على الفاضي، في جوبلين جاين جسر بطيره. شوف البريدكشن هسا هذا، خلينا ننزل جوبلين جاين من هون، واحد اثنين ثلاث، بريدكشن في شرمان ما زبطت. طيب بسرعة بدي ريج ريج يا اخوان ريج ريج ابك يلا رو رو رو. صرفت البرل غلط اصلا، راح كل شيء ولا كل شيء راح. شوف الجوبلين و زين شو هذا؟ شال مليون شغلة، شفت؟ البرل والفينكس والمونك وصل. شوف شوف شوف، والله جنان يا اخوان. والله مرتب هذا الجوبلين. طيب في مونك على الجسر صح؟ والله اني عارف، تعمل زي هيك من بيكا هون بس، ولك هذا اللعب الصح يا منوب، فتلي كاونتر ولك معك ملك السباركي. حلو. طيب دارك برنس بسرعة منين ساب من هون، ما في من أمه داعي صراحة، مش عارف ليش نزلتها هيك، ما صدناش البرنس أصلا الفنكس. طيب نزل الار جي ما بدك، يلا واحد اثنين سبعة خذها بسرعة ريج. والله حرام كان نقدر نلحق نشيل برج، بتعرف جيجي. قبل كل شيء اخوان نفتح الصندوق يا زلمه، ورك الله يلا واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث. يعني يا اخوان انا يعني خلاص بطلت اقول انه ليش ما طلع لي، خلاص عارف الموضوع فاهم، حفظت القصه هاي كلها. مستحيل يطلع الكتاب. المهم يا اخوان الجوبلين جاينت مش طبيعي، اذا بتقدر تطوره طوره، والله نار. شفت قبل شوي اخونا علي صرف مليون كثير عليه وما دافع، حط فينيكس ومونك وفيشرمان مع الريج ولا إشي عمل، خرافي مع الريج زلمة. الجوبلينز طيارة بصيروا، هو بسرعة بيطلع برضه جوبلين، يعني مش إنه بطيء، كثير مرتب. فإذا بتلعب فيه صح والله بنصحك طوروه يا إخوان. ممكن بكرة أنزل فيديو تشكيلات إله، عجبني صراحة مع السباركي، بس المشكلة كروتي مش مطور، يعني شوف النايت ويتش 12 ودارك برنس 13، بس خرافي. نشوفكم إن شاء الله بكرة يا إخوان، إذا بدكم طوروه يعني شوف أعطيكم تقييم عشان على المضمون 8 من 10، ما راح اقول لك 9 و10 انه كثير نار. اذا كان مع الخصم ويزرد بدافع عنه، حتى لو كان مطور فاهم بدافع، فممتاز يعني بفيدك والله. فنشوفكم يا اخوان، سلام.